السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، سعيد بلقاكم كيف العاده فيديو جديد وصفه جديده. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ عتيقه. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال وصحه جيده يا رب. وصفه اليوم اللي غادي نقترح عليكم عباره عن دوزتي بدون مرشم، دوزتي اللي فعلا كيجي لذيذ لذيذ بزاف البنات. ان شاء الله ملي تجربوه غادي تعرفوا علاش كندوي، يعني صراحه زوين وبنين وتيجي شيش وفي نفس الوقت يعني المقادير ديالو بسيطه وكيف ما تيبان لكم كيجي اللوين ديالو مذهب وبدون مرشم على بركه الله. نبداو في استعراض المقادير من بعد منهم الطريقه، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله، نبداو في استعراض المقادير. غادي نحتاج تقريبا 600 غرام ديال الدقيق اللي كيكون مغربل، غنحتاج جوج ديال البيضات مع اصفر بيضه، غادي نحتاجو كذلك جوج معالق كبار ديال نشا الذره، 250 غرام ديال الزبده، رشه ملح، 8 غرام ديال الخميره الكيماويه، جوج صاشيات ديال الفاني. غادي نحتاج كذلك كاس ديال اللوز اللي كناخذو كنمسحوه مزيان من الغبره وكنطحنوه بهذا الشكل هذا، ممكن كذلك تعملو كاكاو الا بغيتو. كاس لاروب ديال الزيت، يعني كاس مع مرش ديال الزيت تقريبا، يعني ربع ديال الكاس راه ناقص كيف ما تيبان لكم. غنحتاج كذلك كاس ونص ديال السكر. هادو هما المكونات، ندوزو على بركه الله نحضروا الطريقه. وجدت هنا البنات القصريه، غادي نعمل فيها 250 غرام ديال الزبده اللي تكون ضروري بحراره المطبخ، ضفت عليها كاس ونص ديال السكر. من الافضل دائما ملي تكونوا كتخدموا الغريبات بغيتوا ديروا السكر سنيده، تكون سنيده رقيقه باش هكا غير كتذوب معكم ما كتعذبكمش في الخدمه. غادي نضيف كذلك رشه ملح اللي ضروري في الحلويات لان هي اللي كتصحح لنا الذوق، يعني كتهرس لنا شويه الحلاوه اللي ضروري البنات تعاونوا ما تنساوهاش. غادي نعمل جوج صاشيات ديال الفاني، من بالنسبه للفاني باش ننسمو، ممكن البنات تنسمو بمنسمات وحده اخرى، يعني بالنكهه ديال الليمون حامض، يعني حسب نتوما اللي بغيتو. انا استعملت الفاني لانني غادي نخدم باللوز، ما بغيتش يعني النكهه ديال اللوز يعني ما تبقاش تبان. غادي نخدمو جيدا هاد المكونات، الزبده مع السكر، رشه ديال الملح وكذلك الفاني. خصنا نخدمو هاد المرحله مزيان مزيان حتى كنحصلو على خليط اللي كيكون الشكل ديالو بحال البوماد. بعد كنضيف عليه الزيت، كاس الا ربع ديال الزيت، وغادي نخلط مره اخرى، كنخلطو حتى كنحصلو على خليط اللي كيكون منسجم، يعني هاد الزيت هادي خصها تدخل في هاد المكونات الاولى جيدا. غادي نضيف جوج ديال البيضات مع صفر بيضه، البيض خليناه للتين. من بعد ما كنخلطوا جيدا هذه المكونات كنحصلوا على كريمه، تنضيفوا عليها تقريبا 200 غرام ديال اللوز، ممكن البنات يعملوا كاوكاو اللي كنكونوا يعني غير مسحناهم من الغبره وكنطحنوهم، طحنوهم مزيان. ضفت كذلك جوج معالق كبار ديال النشا اولا مايزينا، ضفت صاشي واحد ديال الخميره الكيماويه، كنحاول انني ندخل هذه المكونات جيدا في الكريمه. من بعد غنبدا نضيف الدقيق تدريجيا، دائما الدقيق غادي نضيفوه تدريجيا هكا باش كنعرفوا القياس المناسب، يعني ما خصناش اننا نوفيو بزاف يعني الدقيق، يعني غتجينا الحلوه مدقصه يعني كتجي قاصحه. الا الحلوه ديالنا يعني ما عملناش لها الكميه المناسبه ديال الدقيق وجات خفيفه راه كتسيح لينا في الفرن، يعني ضروري اننا ندخلوا الكميه بالضبط تكون يعني اللي مناسبه للحلوه، داكشي علاش كنضيف شويه بشويه. بعد ما خدات لي البنات العجين كميه مناسبه ديال الدقيق كتجي على هذا الشكل، يعني غير كتبان لكم مابقاش كتلصق في القصريه، صافي راه كتبان لكم تجمعات. كنحبسوا الدقيق، دابا غنبداو نخدموها. بالنسبه للطريقه غادي ناخذوا جوج ديال الاوراق ديال المطبخ، كنعملوا وحده الاسفل وحده في الفوق، وغنحاول انني نضغط عليها بالمدلك. هذه الطريقه هذه غير باش كتخليني انني كنتحكم في العجينه البنات وما تتلصقش لكم في الطاوله ديال العمل، لانه هاد الحلوه هذه راه صعيب عليكم شويه انكم يعني تخدموها مباشره فوق من يعني طاوله العمل، احسن ديروا ليها هاد الطريقه هذه وكتسهل علينا حتى التحكم، كندوروها بكل اريحيه. هذا هو الشكل ديالها، يعني انا بالنسبه ليا انا يعني العجينه خصها ما تكونش غليظه بزاف البنات وما خصهاش تكون رقيقه، يعني هذا هو القوام المناسب بين وبين. وغادي نبداو نقطعوها. بالنسبه للحلوه كنت نخدموها بدون مرشم، يعني تناخذوا القطعه الاولى كنحيدوها، القطعه اللي من بعد منها هي اللي كناخذوا اللي كيكون الشكل ديالها بحال الهلال. الصراحه هاد التقطيعه هذه بالكاس كتجي زوينه، يعني كتعطي واحد المنظر زوين في الجنب تطيب، ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش كتجي يعني بدون مرشم وكتجي زوينه بزاف، كتجي صراحه لذيذه البنات، حشيشه
وسهله، مقاديرها بسيطه، يعني كل وحده تقدر تصوبها. اللي ما عندهاش اللوز تستعمل كاوكاو، حتى هو راه كيجي زوين. غنبقى يعني مستمره بنفس الطريقه، انا كنخدم غير بالكاس كل مره، وكنجر شي شويه هذيك الدوازاتي، كنجرو شي شويه وكنهز الحليوه ديالي. هذا هو الشكل ديالها، وهذا هو القياس اللي مناسب. غنستمر بنفس الطريقه حتى غنسال الكميه كلها اللي عندي. وفرشت واحد الورق ديال الطبخ فوق اللاطه ديال الفرن، كنوضع فوق منه الحليوات ديالي. بعد ما عمرت اللاطه ديالي الاولى، غادي ناخذ بيض بيضه اللي ديجا يعني خلينا كنا عملنا جوج بيضات وصفر بيضه. كنخليو البياض للتين، وكنحتاجو شي شويه ديال لوز ايفيلي. انا غنستعمل لوز ايفيلي لان درت اللوز في الحليوه. الا عملتو كاوكاو غتعملو كاوكاو ايفيلي، او لا ممكن كذلك تعملو كونكاسي، يعني حسب نتوما شنو بغيتو. وغادي ندهن الحليوه ديالي ولا دوازاتي من الفوق، وغنحاول نثبت شويه هذاك اللوز من الفوق باش يجي الشكل ديالو من بعد نطيب زوين، وكذلك تيجي ثابت يعني ما تتحيدش. حاولوا تدهنوا مزيان، وكل مره دهنتو وحده ولا جوج كتحاولوا انكم تعملوا فوق منها اللوز، يا اما كونكاسي يا اما ريفيلي. غنستمر بنفس الطريقه حتى غنسالي الحلوه ديالي كلها في التين. وبالنسبه للفرن ضروري كنشعلوه من قبل على 150 درجه ولا 170 درجه، يعني حيت الحراره تكون منخفضه ما تكونش عاليه بزاف باش هكا ما تحرقش لنا الحلوه ديالنا. كنشعلو لها فقط من الاسفل حتى كتذهب لينا. ضروري دائما اللون يكون ذهبي، ما كنحاولوا يعني منين نطيبوا الحلوات ديالنا يكون غير داك اللون الذهبي، ما تكونش محمره بزاف حتى تجي يعني في غدا انها تحرق، فقط غير كتجي محمره باش كيجي المنظر ديالها زوين. من بعد كنشعل ليها الفوق باش كتكمل الطياب ديالها، وباش كتاخذ كذلك اللون الذهبي. نوريكم من بعد نخرجها من الفرن. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما تنخرجوها من الفرن، كتجي زوينه بزاف مذهبه، وكذلك تيجي الشكل ديالها المنظر ديالها زوين، ما تيتغيرش يعني ما تديفورماش الحلوه، كتبقى واخا الشكل ديالها الهلالي. نتمنى فعلا انكم تجربوها لانها فعلا كتجي زوينه بزاف، مقاديرها يعني اقتصاديه، وكتخرج لنا كميه يعني كثيره تبارك الله. يعني تصيبوها لوليداتكم، ديوها معاهم المدرسه، تقدموها للضيوف ديالكم بالصحه والراحه. وصلنا مشاهدينا لنهاية هذا الفيديو، كنتمنى فعلا الاقتراح ديال اليوم، الوصفة ديال اليوم تكون عجبتكم. دوزتين اللي صراحة بنين بزاف البنات، سهل بدون مرشم، وكيجي بنين وكيجي هشيش. قدموه بالصحة والراحة للضيوف ديالكم، شربوه مع أتاي لأنه فعلا كيجي زوين، وقدموه لأطفالكم كذلك. ولأول مرة كيزور القناة ميساجي اشترك في القناة، وكذلك يفعل جرس باش يوصلك كل جديد. لايك الفيديو اللي عجبكم، إن شاء الله نتلقاو بإذن الله في الفيديو القادم. إلى اللقاء. Thank you.